كهرباء. كهرباء من الأقسام العتيقة في هندسة، هي ومدني وجروبات الأقسام ده مع ميكانيكا طبعا، وده مشكلة شوية لأن الأقسام العتيقة عموما كلها بتبقى بيفتح فيها معاهد كتير يعني الكلام ده، فده بيأثر على سوق العمل والكلام اللي احنا عارفينه قلناه قبل كده في قسم المدني. كهرباء باور بحسه اللي هو الأب بتاع الشعبة دي. طبعا في كهرباء باور بتلعب على سكيل عالي بقى اللي هي الهاي فولتج، يعني مش زي اتصالات وحسابات وطبية انت بتلعب في بالمايكرو تقريبا. عموما كهرباء باور من الأقسام المميزة جدا في هندسة الكهرباء. فالنهاردة احنا معانا باشمهندس محمود حمدي، هو دفعة 2020، هو ما شاء الله من الخمسة الأوائل على الدفعة، وهو اللي هيكلمنا عن قسم باور. خلينا نخش في التفاصيل، ايه طبيعة الدراسة في القسم ده؟ مبدئيا الدراسة في كهرباء هي بسيطة جدا بالنسبة لو اتكلمنا عن باقي الشعبة، اسهل من اتصالات، اصعب حاجة بسيطة جدا من حاسبات، يعتبر زي طبية. المشاريع عندنا مش كتير. انا لما هتكلم على اللائحة القديمة، هي اللائحة اتعدلت شوية او اتحسنت شوية، هيبقى في مشاريع اكتر شوية، المعامل هتتوزع وهتبتدي تشوفها من مش ضروري وانت تشوفها في سنة تالتة زي اللائحة القديمة، لا انت هتبتدي تشوفها من بدري شوية. بس انا لما هتكلم على اللائحة اللي انا شفتها كدراسة، دراسة بسيطة جدا، احتمال تبقى اصعب سنة بالنسبة لك هي سنه ثالثه، المناهج اكبر بكتير، المشاريع هتبتدي تكتر شويه، برده مش هتبقى زي اتصالات برده، يعني انت هيبقى اقصى حاجه بالنسبه لك 3 مشاريع في الترم. بالنسبه للمواد، مواد كهرباء انت هتحبها جدا لو انت داخل القسم وانت مقتنع بيه وانت حابب القسم نفسه. اما بالنسبه الاولى وثانيه فهيبقى فيهم شويه مشاكل ان انت هتشوف مواد من اقسام ثانيه خصوصا الميكانيكا، وده بتسبب عائق شويه لبعض الناس، بس برده يعني بتعدي، يعني الموضوع بيعدي. ما عندناش شغل الشتات، هتسلم اساينمنتس، والاساينمنتس دي احيانا اصلا او يعني نادرا ما هتلاقيها موجوده من الشيت، وحتى لو موجوده من الشيت فهو الشيت اصلا مش محلول، والشيت ده هيبقى لسه متجدد وجايبه من ريفرنس الدكتور، فمش هتفرق معاك. في كهرباء الحوار مبني شويه على الريفرنسز، مش هقول لك ان السيلف ستادي كبير قوي، مش هتوصل ابدا للمقدار بتاع اتصالات، بس في نفس الوقت انت هتضطر تعتمد على ريفرنسز. ممكن حوالي 3 او 4 كورسات لحد سنه ثالثه هتضطر تشوفهم اونلاين، وهيبقوا كورسات من قسم كهرباء. طبعا بغض النظر بقى عن الكورسات اللي بره قسم كهرباء، يعني تشوفهم بقى من اقسام تانية. بامانه القسم يعني سهل ان انت تعمل حاجه جنبه، سهل جدا ان انت تعمل حاجه جنبه، مش هتشتغل بس يعني مثلا ممكن لو انت مثلا جرافيك ديزاينر مثلا ممكن تشتغل جنبه ببساطه جدا. في ناس عندنا بتشتغل في فريلانسر كتير، سهل حتى تقعد تصيع براحتك جنبه. شغل الفريلانسنج في كهرباء مش فريلانسنج كهرباء، هتبقى جرافيك ديزاين، في ناس شغاله مدرسين اونلاين، في ناس بتشتغل حاجات مثلا زي ان هم بيدرسوا هندسه للطلبه الصغيرين مثلا اعدادي مدرسه او ابتدائي. ببساطه جدا يعني حاجه مثال على اللي بيحصل، انت هتروح الساعه 2، هتخلص الساعه 2 في الكورس، لحد سنه ثالثه هتخلص الساعه 2. بدايه من ثالثه القواعد بتختلف، الموضوع بيبقى يعني اصعب شويه، خصوصا ان انت مثلا مش متعود على ان في مشاريع كتير، او مش متعود ان في يبقى ضغط مشاريع مع ضغط كمان دراسه. طيب ازاي بتخصصوا في كهرباء باور؟ يعني لا عرفت ان هم 6 تخصصات بس هم برضو مش بتقسموا، او يعني خلي يعني هو الشخص يشرح كل حاجه. انت بتتخرج ممكن تتخصص في اي واحد من الست تخصصات بتوع كهرباء، مش زي اتصالات ما بيعتمدش على مشروع التخرج، ممكن تعمل مشروع تخرج وتروح تتخصص في تخصص تاني، مفيش اي مشكله. الحوار ممكن يعتمد اكتر شويه على الاكسبيرينس بتاعتك اللي هتاخدها بعد كده، على حسب ما اشتغلت فتره في تخصص معين، او على حسب تخصص معين انت تعرف تأدي فيه كويس. ممكن كمان لو انت حضرت ماجستير في تخصص فخلاص بقى الاولويه بتاعتك في التخصص ده. احنا عندنا في كهرباء 6 تخصصات اكاديميكال، الست تخصصات هما اليوتيلايزيشن، الكنترول، الباور سيستمز، والباور الكترونكس، والبروتكشن او البروتكشن والهاي فولتج، يعني دول تخصص واحد، والماشينز. التخصصات يعني بتتخصص ازاي في واحد منهم؟ انت فعليا هتتخرج متخصص فيهم كلهم، تعرف تأدي فيهم كلهم بنفس المقدار. زي ما قلت انت ممكن تاخد يعني تاخد مشروع تخرج في تخصص منهم، بعد كده تطلع تشتغل في تخصص تاني، ما بتفرقش. مش زي الاتصالات مش معتمد عليه، الحوار مش معتمد على بعض. اليوتيلايزيشن تدي من اول مرحله الجينريشن، او هو الجينريشن فعليا يعني، وبعد كده بيستمر لحد ما توصل للميديوم فولتج، او اللي هو التوزيع. يعني التخصص ده مش هتشتغل فيه كتير كجينريشن ولحد الترانسميشن او لحد الديستريبيوشن، شغلك كله هيبقى فعليا مجرد ما تلم الديستريبيوشن ده. لو انت اشتغلت يوتيلايزيشن، وده سوق كبير جدا جدا جدا، ده اكبر تخصص منتشر واكتر شغل متوفر. هيجي بعده كنترول، طلب عليه يعتبر كبير برده. الكنترول احنا ما بنشتغلش مايكرو كنترول، احنا بنشتغل اندستريال كنترول اللي هو التحكم في الماشينز بتاعه المصانع، الات كتير. التحكم الصناعي بمبدا عام، انت عندك مجموعه من المكن عاوز تشغله بطريقه معينه، عاوز تشتغل بسيكونس معين يؤدي وظيفه معينه خلال زمن معين، ده الكنترول. هتشتغل فيه بالبي ال سي، ممكن يدمج مع اسكادا، او ممكن اصلا تشتغل بدي سي اس من الاول. هيجي بعده الباور سيستمز. الباور سيستمز هو يعتبر تخصص اكتر اكاديميك
بشكل بحت، لان المسمى ده مش موجود كسوق عمل. باور سيستمز انت بتدرس الشبكه بتاعتك، بتعمل السيركت اناليسيس، بتدرس بتشوف الهارمونكس، بتشوف بتشوف الهارمونكس ازاي، يعني بوك تاثر ازاي في الشبكه بتاعتك، بحيث ان حاجه زي كده لو زادت دي خطر جدا على الشبكه. بعد كده نيجي للباور الكترونكس، ده يعتبر شويه البيسكس بتاعته او الاسس بتاعته جايه من ناحيه الالكترونكس بتاعه الاتصالات. بس الاتصالات هو بيتعامل مع اللو فولتج، بيتعامل مع 5 فولت مثلا، اقصى حاجه هتبقى 20 فولت، بينما انت بتتعامل بدايه من اول 220 فولت لحد 500 كيلو فولت، اللي انت بتتعامل مع الباور الكترونكس. عندك مثلا الشاحن بتاعك بتاع البيت، لما هنتكلم في سكيل صغير طبعا، الحوار ما بيبقاش في السكيل الصغير ده، لا بيبقى في سكيل كبير جدا. انت تربط شبكات ببعض زي ما تربط شبكه مصر بالسعوديه، فانت لازم تحول الاي سي للدي سي، بعد كده ترجع تحوله الدي سي تاني للاي سي، ده هيبقى عن طريق انفرتر. التخصص ده يعني بينتشر بشكل كبير جدا دلوقتي. التخصص ما كانش موجود قبل كده بشكل واضح في مصر، كان في الاغلب بيبقى ناس بتسافر بره بيشتغلوا فيه بره بس. حاليا الموضوع هيبتدي يظهر اكتر في شكل الالكتريكال فيكلز، وده من اكبر التخصصات بتاعتهم الموجوده. الماشينز انت بتدرس فيها ببساطه جدا اي حاجه بتلف، مواتير، الجنريتورز، وفي نوع تاني منها اللي هو الاستيشنري زي ترانسفورمرز، زي ما درستوها هتلاقوها درستوها حتى في ثانوي. بعد كده اخر تخصص وده من اهم التخصصات اللي موجوده، البروتكشن. البروتكشن والهاي فولتج ببساطه جدا المفتاح اللي عندك في البيت اللي بتفتح وتفصل بيه الكهرباء، ده بروتكشن. موجود منه طبعا زيه بسكيلز كتيره جدا وبانظمه مختلفه للعمل غير مجرد ان هو يفتح ويقفل بالشكل ده. مهمتهم ايه؟ مهمه ان هو يحمي الشبكه. انت بشكل رئيسي انت بتحمي الشبكه، بتحمي المعدات، بتحمي حتى البني ادم، ده دوره بشكل رئيسي. خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن مجالات شغل مهندس باور، وايه الفرص الشغل اللي قدامه سواء في مصر او بره مصر. مجالات الشغل في كهرباء تاني باختصار هما يعتبر 5. الديستريبيوشن، انت ممكن تشتغل في المواقع، في الانشاءات يعني عموما، ومكاتب، مكاتب التصميم. بعد كده الكنترول، انت ممكن تشتغل في المصانع ده بشكل عام، او ممكن تشتغل في مواقع البترول. بعد كده عندك تخصص الصيانه، تخصص الصيانه بشكل رئيسي انت هتشتغل في المصانع، في منهم بيشتغل في المكاتب بس ده قليل شويه، بس بشكل رئيسي هيبقى المصانع. الباور الكترونكس، التخصص ده يعني هو قليل شويه في مصر، بس التخصص ده انت ممكن تشتغل في الشركات المعتمدة اكتر شوية على الالكترونيكس. يعني هي مفيش شركة باور الكترونيكس بشكل رئيسي، هي بتبقى شركات شوية الكترونيكس بس مهتمة بالمجال بتاع الباور الكترونيكس، او حاليا اللي هو برضو بيتوسع بشكل كبير هتبقى مثلا حاجه زي شنايدر، سيمنز، اي بي بي، بس دي فروع لبره مصر. مجال الرينيوبل انرجي، في شركات كتيره جدا في الرينيوبل انرجي، في السولر، بتشتغل في التصميم وبتشتغل في التركيب برضو، شركات زي تيبا سولر، سولارست، كايل سولر. بشفت كارير انت ممكن تشتغل في، يعني هو بشفت كارير قوي بامانه برضو، يعني لو انت اشتغلت في الجزء الاشرافي في المصنع اللي هو البروسيس انجينير، انت تعتبر هتبقى شغال قريب من شغلك. ده سبلاي تشين، تحتيه كذا تخصص بكذا وظيفه مختلفه داخل المصنع، هتبقى اهمهم خصوصا ككهرباء ان انت بروسيس انجينير. فرص الشغل بره مصر هتبقى متوفره اكتر شويه لو اتكلمنا اوروبا مثلا، او يعني حاجه غير الخليج. هيبقى الباور الكترونكس مثلا ده مجال مطلوب جدا بره، يعني لازم تكون متميز قوي عشان تروح فيه برده. مجال الكنترول مطلوب بره مصر، مش عارف بالظبط قد ايه يعني، بس يعني مطلوب بره مصر برده. مجال الصيانه او مجال الماشينز هنا هيبتدي ياخد قسمين، هيبتدي ياخد جزء ديزاين وجزء الصيانه، والتخصصين مطلوبين بره مصر بس اكتر شويه هيبقى جزء الديزاين، وبرده ساعتها لازم تبقى شخص متميز التخصص ده. مجال الرينيوبل انرجي ده احنا اصلا واخدينه من بره، فهو بالفعل موجود بره يعني، وموجود بقاله كده سنين يعني. حاجه مثلا زي المانيا، خلاص هم تقريبا بيبتدوا يقفلوا حاليا المحطات اصلا بتاعه الجاز ومحطات الثيرمال بتتقفل اصلا، وحاليا بيبتدوا قاعدين بيزودوا كل شويه الويند والسولر. اليابان نفس المبدا، فدي مثلا كمثال دول انا اعرفها يعني. احوال متوسع بره بتوسع اكتر من كده كمان. مجال السبلاي تشين هو موجود بره مصر اصلا كده كده بالفعل، خصوصا مثلا الشركات المالتي ناشونال اللي هي موجوده في مصر زي بي ان جي وزي يونيليفر وزي اكزون موبيل،
جي اس كي وشركات الادويه غيرها، فهو موجود كده كده بالفعل بره مصر اصلا. مجال الديستريبيوشن هيبقى موجود بره مصر كفرص عمل، يعني هيبقى موجود اكتر شويه في الخليج، يعني ما اقدرش اوعدك بحاجه اكتر من كده، او على الاقل انا ما اعرفش حاجه اكتر من كده. يعني خلينا نتكلم شويه على الفلوس او السالاريز بتاع الكهرباء بره. عموما المرتبات بتعتمد اكتر على مكان الشغل اللي انت هتشتغل فيه، فبس كافريج فهتبقى مثلا الديستريبيوشن هتبقى اقل المرتبات، غير لو اشتغلت في حاجه كبيره شويه زي مثلا يعني مش بعمل دعايه ولا حاجه، بس مثلا حاجه يعني زي اي سي جي مثلا، حاجه زي اوراسكوم ده استشاري وده مقاولات، حاجه زي مثلا شاكر ده برضو استشاري، ده بتاع اللي هو وزير الكهرباء، محرم بخوم دار الهندسه. لو اشتغلت في دار الهندسه فانت في الاغلب بتقبض بالدولار يعني، ومع ان انت ديستريبيوشن اهو، بس يعني في حاجات في الديستريبيوشن بتقبض مرتبات عاليه جدا، وفي نفس الوقت الاغلبيه في الديستريبيوشن بتقبض مرتبات قليله، يعني رينجات مثلا 3000 ده كبدايات. يعني حاجه زي كنترول لا، رينج المرتبات بيبقى اعلى شويه، وبرده بيعتمد اكتر على حسب المكان اللي شغال فيه. لو شغال في مصانع صغيره لا، الموضوع بيبقى يعني متواضع شويه. لو شغال في حاجه زي شركات ادويه او شركات مالتي ناشونال لا، الموضوع بيبقى كبير، الستارت على الاقل بيبقى 7 او 6 حتى. برده لو اشتغلت في اللو فولتج، اللي هو اللو فولتج مثلا اللايتنج او لو فولتج اللي هو بروتكشن او كده، انت هتبقى شغال مثلا في حاجه زي سيمنز، حاجه زي شنايدر، حاجه زي اي بي بي، وكل ده المرتبات بتاعتهم كويسه جدا. ما اعرفش رينج قد ايه، بس يعني الموضوع بيبقى اكيد معدي خمسة بمسافه يعني. طب هل التقدير بيفرق؟ احد مميزات الكهرباء ان التقدير فيها ما بيفرقش معاك كتير، يعني ما تجيبش مقبول، هات جيد او هات جيد جدا، هيبقى الموضوع بالنسبه لك كويس في الشغل. لو عاوز تتميز اكتر شويه، بما ان احنا عددنا كبير، جيد جدا هيضعك في السيف سايد جدا، يعني هيضعك في السيف سايد وتبقى مستريح وانت رايح تشتغل. طيب زي اغلب الاقسام، هل فرص البنات زي ولاد ولا الموضوع مختلف في باور مثلا؟ فرص البنات في حاجه زي الديستريبيوشن، لو انت بتشتغل ديزاين، لو هي بتشتغل ديزاين، الفرص بالظبط زي الولاد، ما فيش اي فرق، وربما احيانا اصلا بيفضلوهم اكتر في الديزاين والمكاتب. المواقع لا، المواقع يعني نادرا ما بيتاخد حد بنات، في بس نادرا في المواقع، لان بيبقى فيها ارهاق بدني كبير شويه. صانع، مصانع موجود بنات عادي، بس دي المصانع اللي هي في النطاق هنا يعني. اما المصانع مثلا مصانع الحديد والصلب لا، صعب قوي. مصانع الاغذيه والاف ام سي جيز في بنات بس في الاغلب لا، فرصهم اقل شويه من الولاد. طبعا مجال زي البترول ممنوع غير لو اشتغلوا ديزاين، برضو الديزاين موجود في القاهره يعني في الاغلب، او في المكاتب عموما. فعموما شغلكم هيبقى اكتر شويه مكاتب، لو كنترول ممكن برضو موجود شويه. اسم الكهرباء بيفرق ولا ما بيفرقش في القسم ده؟ اسم الكهرباء بيفرق اكيد معاك، يعني هما في ثلاثه يعني، دول اكبر اقسام مثلا كهرباء، مش ضروري يكون الافضل، بس هما الاسم بتاعهم بيفرق. كهرباء القاهره وعين شمس وحلوان، دول اكيد هيفرقوا معاك في الشغل وانت بتقدم. مجرد وجود الكليه يعني اسم الجامعه هيفرق معاك. واحنا زي ما قلنا قبل كده ان طبعا اسم هندسة الكهرباء اسم كبير وبيفرق في اي مجال، بس الفكره في حاجه واحده بس، ان يعني للاسف احنا ما عندناش تصنيع، ما عندناش ابداع في اغلب المجالات، فكل شغلنا اغلبه بيبقى صيانه، اغلبه يعني، بلاش نقول كل حاجه. فبالتالي حاجه زي الصيانه كده، هو ممكن شركه لو مش قويه قوي، لو شركه متواضعه شويه، هو ممكن يقبل بواحد خارج معهد، يبقى الواحد خارج معهد مش هيفرق معاه قوي ان انت خارج هندسه القاهره. وانا المهم بالنسبه لي انت تعمل شغلانه باقل سالري، هو ده المكسب بالنسبه لي كصاحب شركه يعني. فهو ده المشكله في الاقسام اللي هي عتيقه شويه زي مدني وكهرباء وميكانيكا. خلينا بقى، انا قصدي بالكلام ده حاجه معينه بس عشان الناس ما تفهمنيش غلط، ان لو انت هتدخل تشتغل شغلانه عاديه في كهرباء او كده، فساعتها هيبقى كلامي صح. اما لو انت هتشتغل في مجال جديد زي مثلا الرينيوبل انرجي او السولار انرجي، او حتى هتبقى كرييتيف او مبدع، فساعتها الكلام بيختلف تماما يعني. مفيش حد من معهد هيبقى هيقدر يبقى زيك. بس كده خلينا نرجع تاني. خلينا بقى نتكلم عن مميزات وعيوب القسم ده بالتفصيل. القسم دراسته لذيذه، القسم مش صعب قوي زي الاتصالات. هتروح بدري في اول سنتين طبعا طبقا للائحه القديمه يعني، الضغط عليك مش كبير، مفيش مشاريع كتير. اول مشروع هتبتدي تشوفه هيبقى في سنه ثانيه الترم الثاني، وهو مشروع واحد. بعد كده يبقى عندك مثلا في ثالثه هتبقى اصعب سنه بالنسبه لك، ودي اكبر سنه يبقى فيها ضغط. اما غير كده انت اول سنتين مريح، عاوز ما تجيش
والله يعني الحضور ما بيفرقش كتير قوي يعني، غير طبعا للطالب اللي عاوز يفهم يعني، يفهم قوي يفهم تخصص يعني. وبرده ما بيفرقش في المواد اللي بره القسم، ممكن ما تحضرهمش كلهم، تحس باي حاجه. القسم الضغط العصبي فيه قليل لو بالنسبه للناس اللي بتبانك. في دكاتره كويسه طبعا، فكره ان فرص العمل بتاعتنا متوفره، احنا من اكبر الاقسام اللي فرص العمل بتاعتها متوفره يعني. احنا وميكانيكا اكتر قسمين ليهم فرص عمل، وده بيتناسب طبعا برده مع عددنا يعني. عيوب القسم الدكاتره شديده شويه او شويتين يعني، في الاغلب انت لو عاوز دكاتره تتعامل معاك باحترام شويه فانت ممكن تدخل اتصالات او ممكن تدخل طبيه او حتى حاسبات، اي حاجه من ثلاثه تانيين في الشعبه. الدرجات بتاعتنا كويسه يعني، بالرغم ان انت هتشوف دكاتره بتتعامل معاك بشكل مش حلو ابدا، وبالنسبه لدرجاتهم احيانا ممكن دكاتره تعاند معاك. موجود الحوار ده، بس في الاخر لا، رينج الدرجات بتاعتك هيبقى كويس، مش هيسقطوك يعني. عدد الناس اللي بتصعد عندنا مش كتير ابدا، ما بيزيدش عن 10 في اي سنه. في الاغلب دي الناس اللي هي مش مهتمه اساسا، اما غير كده لا انت بتنجح ان شاء الله يعني، ومجهود قليل. الدراسه اول سنتين هتبقى سخيفه جدا، هتبقى حاسس يعني هو ايه اللي انا بعمله ده، او ايه اللي بيحصل ده، او ايه علاقه ده اصلا بالقسم اللي انا دخلته. انا رايح ادرس كهرباء، ورايح ادرس ماشينز، ورايح ادرس كنترول، وانت قاعد بتاخد في حاجات ثيوريتيكال بحته. الحاجات دي معلش استحملها اول سنتين، وفي الاغلب الحوار هيبقى كده في اي قسم بنسب متفاوته شويه، بس الحاجات دي مهمه جدا عشان تيجي تفهم اللي جاي بعد كده، فلازم تستحملها. وبرده لازم تستحمل المواد اللي بره القسم ومحدش بيطيقها، والدكاتره نفسها بتاعت كهرباء ما كانوش بيطيقوها برده. الشغل في الاغلب انت لو نزلت مواقع الشغل منهك، الشغل هيبقى ممتع بالنسبه لك، انت بتحب تشوف المكان قدامك وبتحب تشوف الشغل بيتم ازاي، هيبقى ممتع وفي نفس الوقت مرهق بدنيا. ودي احد العيوب عندنا الموجوده في كهرباء مقارنه بحاجه زي طبيه وحاجه زي اتصالات او حتى حاسبات، فالحوار محتاج صحه. دي مرحله الفلاش واللي بنقارن فيها ما بين الاربع شعب الكهربائيه، بس الموضوع المره دي هيبقى مختلف عشان ده هيبقى من وجهه نظر مهندس كهرباء باور يعني. احنا كهرباء بشكل عام لما بنيجي نصنف نفسنا حتى بنقول ان احنا شغالين هاي فولتج. هاي فولتج مقارنه بمين؟ هاي فولتج مقارنه بباقي الشعب الكهربائيه اللي هو بدايه من اول 220 فولت مثلا. فانت شغال على ايه؟ شغال على مكن واجهزه كبيره، بعكس مثلا باقي اقسام الشعب الثانيه. لو جينا مثلا اتكلمنا عن اتصالات، فاتصالات هو شغال على لو فولتج، ممكن الحته اللي احنا يعتبر بنلتقي فيها الى حد ما هي الكنترول، بس هو بيبقى شغال على مايكرو كنترولرز وعلى حاجات شغاله مثلا اقصى ما هيكون مثلا كان 5 فولت 20 فولت حتى، انا مش فور شور يعني، بس يعني بقول مثلا اللي هو ده القيم اللي بنشتغل عليها في الاغلب، او 24 فولت. بينما احنا اقل حاجه احنا شغالين 220 فولت، فاحنا يعني مختلفين عن بعض. فهو دايما بيقول ده هاي فولتج ده لو فولت. اتصالات انت هتبقى شغال اكتر بكتير مننا على بروجرامنج، هتبقى شغال شويه يعني، او مش ضروري بروجرامنج بس عموما كسوفت وير انت شغال اكتر بكتير مننا. احنا جزء البروجرامنج عندنا قليل، مش هتبتدي تشوفه مثلا بشكل واضح غير في الكنترول، وممكن شويه في ناحيه الايه الباور الكترونكس. بينما مثلا لو اتكلمنا عن كهرباء وطبيه، طبيه سوفت وير اكتر بكتير مننا، اكتر حتى كمان شويه من اتصالات، وهم متوجهين اكتر او مركزين اكتر على ناحيه الميديكال، وعشان كده هم تلاقيهم بيدرسوا في اول سنتين شويه بيولوجي والمواد بتاعتهم يعني بتاعت الاحياء دي عموما. فلا احنا ما فيش نقطه التقاء ما بيننا وبين طبيه يعني، ما فيش وجه مقارنه، ده طرف وده طرف تاني اساسا. هم ناحيه سوفت وير، ناحيه مايكرو كنترولرز الحته والامبيدد اللي هي الاجزاء قد تكون مشتركه شويه مع اتصالات مش مشتركه معانا. حاسبات ده النقيض بتاعنا، احنا هاردوير وهم سوفتوير. الهاردوير بتاعنا مختلف حتى عن الهاردوير اللي هم ممكن يتعاملوا معاه. احنا هاردوير هاي فولتج، وهم لو يتعاملوا كمان هاردوير هيتعاملوا مع هاردوير لو فولت. فانت لو اخترت كهرباء فانت بتختار كهرباء بشكل واضح جدا، طريق منفصل من البدايه، مش هتضطر تتعرض قوي لاي شعبه من الثلاثه التانيين او حتى تتعامل معاهم. المواد المشتركه ما بينك وما بين الاقسام الثانيه هتبقى المواد الثيوريتيكال اكتر شويه، ودي اللي هتبقى موجوده في اول سنتين اللي هم ايه، هتدرس كل الشعبه لازم تبقى قويه في الفيزيك، لازم تبقى قويه في الرياضه، وخصوصا اكتر شويه الانتجريشن. فالشعبه كلها اللي هو الاربع اقسام لازم يبقوا كويسين فيزياء ورياض، ودي نقطة الالتقاء ما بيننا في الدراسة. نقطة الالتقاء ما بيننا في بعد التخرج زي ما قلت هي ضعيفة جدا يعني. لو انت بتحب البروجرامينج ما تدخلش كهرباء، مش افضل تخصص ليك. لو انت بتحب المايكرو كنترولرز والامبيدد سيستم ما تدخلش كهرباء، برضه مش افضل تخصص ليك. لو انت بتحب الات او الاجهزة اللي انت بتتعامل معاها تبقى حاجة كبيرة كفاية لدرجة ان انت تشوفها بعينك، فدي هتلاقيه في كهرباء وبكثرة. بتحب مثلا ان انت تتعامل مع النيوبل انرجي والسستينبل انرجي، يبقى كهرباء افضل مكان ليك.
عاوز تتحكم في أجهزة ومعدات كبيرة أو اللي هو زي ما بنقول هاي فولتج شوية، يبقى كهرباء أفضل ليك. لو أنت كويس في الفيزياء، لو أنت كويس في الرياضة، لو أنت كويس في الانتجريشن، الشعب الكهربائي مناسبة ليك. اللي هيحدد أنت تختار إيه فيهم إن أنت زي ما أنا قلت، أنت عاوز بروجرامينج، عاوز سوفت وير، عاوز اللي هو لو فولتج زي ما بنقول في كهرباء اللي هو من 5 ل 24 فولت ده، فانت معاك الثلاث اقسام الثانيه. سوفت وير اكتر هيبقى حاسبات، ما لحقتش حاسبات ولسه ستيل متمسك شويه بالسوفت وير يبقى طبيه، خصوصا لو انت كمان بتحب الميديكال وتحب حوار البيولوجي والكلام ده كله برضو هيبقى طبيه. لو انت حابب اكتر شويه الهاردوير بتاع اللو فولتج يبقى اتصالات مناسبه جدا ليك، وخصوصا لو انت حابب مجال الالكترونكس والديزاين بتاعه برضو هيبقى اتصالات. اما لو انت هتحب تحب فكرة انت ازاي الماتور ده بيتحرك، ازاي بيتولد فيه الطاقة الكهربائية دي، ازاي ان انت تنتج من مجرد حركة عشوائية تحولها لطاقة بتستخدمها، ازاي الطاقة دي هتتنقل لحد ما توصلك، ازاي انت هتستخدم الطاقة دي وازاي توزيعها، ازاي ان انت تصمم شبكة اللي انت بتقعد تشوفها على الابراج دي وازاي تستهلكها، كل الكلام ده انت تشوفه في كهرباء. كل الكلام ده تعرف ان انت عاوز كهرباء لو انت مهتم بالكلام ده، وطبعا لو انت بتحب المكان شكله كبير يبقى معانا في كهرباء. واخيرا دي كانت شويه نصايح من باشمهندس. طالما دخلت قسم، ولو قدر الله يعني ان انت دخلت قسم ده يعني على اجبارا من المجموع بتاعك، حاول تتفوق فيه على قد ما تقدر. التفوق مهم، اي حد هيقول لك التقدير مش مهم ومجرد السكيلز يعني، بس لا، التقدير مهم، بيفرق بقيمه معينه على حسب التخصص بتاعك. يعني لازم لما تختار تخصص اختار التخصص اللي انت عارف تأدي فيه فعلا، حابب التخصص ده، وده يعني يعتبر اهم شيء ان انت لازم تكون بتعرف تأدي في التخصص. فكرة ان انت داخل التخصص عشان اصحابك داخلينه لا، وزي ما قلت لو انت افترضنا ان قدر الله يعني ولقدر الله دخلت قسم انت مش حبه، حاول تجتهد فيه على قد ما تقدر، حاول تحب القسم، دور على تخصص في القسم ده يكون بيشدك، دي الحاجه اللي هتخليك تكمل الاربع سنين بتوعك. الاربع سنين بتوعك دول ما يعني ما تبنيهمش ان هم دول حياتك، لا، الاربع سنين دول هم اول خطوه في الطريق. دكاتره مش كويسين في القسم مش مهم، دول اربع سنين انا هبني حياتي كلها على اربع سنين. المواد الرخمه في القسم مش مهم، دول اربع سنين بس. الحوار بيعتمد بشكل رئيسي عليك، مهما كان القسم اللي هتدخله الحوار بيعتمد بشكل رئيسي عليك، انت اللي هتبني نفسك وانت اللي هتبني المهندس اللي هيكون موجود بعد اربع سنين. كل حاجه هتعملها هيرجع مردودها عليك، كل كورس هتاخده هيفرق معك، كل تدريب هتاخده هيفرق معك قدام، وكل مساعدة هتقدمها للناس هتفرق معك انت قدام. بس ده كان فيديو كهرباء بار، احنا كده الحمد لله خلصنا كل الشعب الكهربية بس لنا بس ثلاث فيديوهات. وطبعا شكرا جدا حازم ايمن، هو كمان برضو المنتج الفيديو ده، وحقيقة يعني ساعدني فيه جامد جدا. بس فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدينا لايك وتكتب لنا كومنت حلو وتقول لنا عايز ايه القسم الجاي، وتعمل شير الفيديو ده مع كل اصحابك اللي بيفكروا بباور او اي شعبة كهربية عموما ممكن يغيروا رايهم، ونشوفكم الفيديو الجاي. وكالعادة نموت ونحن ويبقى الاصل.